يسعد صباحكم، صباح جديد وإطلالة جديدة من جامعة تشرين. رح نروح نحن وأنتو بجولة ضمن الجامعة لنشوف أجواء الصباح فيها، وخاصة بهيدا الجو المطر. خليكم معنا لنشوف أجواء الصباح فيها، تابعونا. كيفكم؟ شو كيف الامتحان؟ منيح تمام. تحضروا، شايفكم مشغولين، اي مدى عندكم المادة؟ هلا بعد شوي. شو عم تدرسوا؟ مكتبات؟ حلو. كيف التحضير؟ والله التحضير تمام، عم ندرس بالبيت يعني، ولما بنلاقي نقص شيء او معلومة ما لنا فهمانين كذا، فهون يعني بنحاول. يعني بتتعاونوا مع بعض كزملاء، حلو. طيب هلا بعد ما تخلصوا كل مادة شو بتعملوا؟ مثلا بتطلعوا بتسلوا؟ يعني اكيد يعني بعد تحضير وتقديم يعني وبيكون في تعب بنقدم منيح وهيك، يعني بنحاول انه بقى نطلع عن هيك انه مشوار او كذا، يعني هيك على نفسكم يعني حالنا تمام شوي مشان نرجع يعني على الدراسه على الماده اللي بعدها بشكل يعني اقوى وهيك. طيب مثل ما بنعرف هلا بعد كم يوم 14 شباط عيد الحب، شو بيعني لكم هيدا العيد بشكل؟ هلا غالي هو الموضوع الحب، يعني هو متعدد الاتجاهات، يعني ممكن على الصعيد يعني الوطني اكيد يعني الحب الوطن والاخلاص للوطن والعمل من كل قلب يعني اتجاه الوطن. مين حابب تعيد بهذه المناسبه؟ بدي اعيد اول شيء امنا الحبيبه سوريا وجميع اهلي في سوريا، وايضا اهلي امي وبيي واخوتي، وايضا بدي اعيد البنت اللي بحبها. بالإضافة حابب أهدي شغلة صغيرة للوطن، هي موال للعملاق وديع الصافي. يا ابن السماء تضحك لك وتحميك، وتضل درب العز تمشيها، والغار كل مواسمه يهديك، وفكارك اناديل ضويها، وعالشمس خلي حلمك يوديك، ودراج فوق دراج تبنيها، ويوم الرجوع ويوم الرجوع بلا دك تلاقيك، وعنك اخبار المجد تروي ييها. صباح الخير، كيفكم؟ اهلين. عندك مادة هلا؟ ايه. كيف اجواء الامتحان؟ شو عم تدرسي؟ لا مكتبات ومعلومات. شو عندك هلا المادة؟ بدخل الى علم المكتبات. كيف عم تحضري؟ كيف عم يكون اجواء الامتحان بشكل عام؟ لا كويسة، الاسئلة في منها مثلا ممتازة، في منها عادي، هيك حسب الاجواء. بعد كل مادة مثل ما بنعرف بعد كل مادة شو كل طالب في عنده جو بيعمله، مثلا انت شو عندك؟ شو بتعملي بعد كل مادة؟ عادي انه برجع البيت مثلا بحضر المادة الثانية، او عادي يعني برتاح شوي بعدين بحضر المادة الثانية. مثلا متعودين كطلاب جامعة بعد كل مادة بيطلعوا جمعة شلة سلاية مثلا يروحوا عن نفسهم شوي؟ لا ملتزمة، خلص عندك مادة بتضلي تخلي بالامتحان لحظة الوقت؟ طبعا لا مو كل الوقت، بس انه ايه اكيد الواحد يعني جو امتحانات ما في بيطلع من هيدا الشيء. كل مادة بده يريح حاله الواحد شوي، سواء بالبيت او يطلع تسلاية أكيد. طيب مثل ما بنعرف 14 شباط عيد الحب، مين بتحبي تعايدي بهيدا اليوم بهيدي المناسبة؟ كل الأشخاص اللي بعرفهم والحبوا الموجودين بقلبي، وأهلي والوطن وسوريا والحمد لله. أكيد بتمنى لك التوفيق ودائما الحب يملى حياتك، يعطيك العافية. شكرا. صباح الخير. صباح النور. تمام. مبارك. شو عم تدرسي؟ أدب عربي. عندك مادة هلا؟ كيف تحضري؟ تمام الحمد لله. إيه حلو. بعد المادة شو بتشتغلي؟ شو بتعملي؟ أكيد بشوف رفقاتي ونروح أنا وياهم نتناقش بالمادة،
وبنحضر للمادة الجاية. يعني بتروحي بتروحوا عن نفسكم شوي بعد كل مادة؟ ايه اكيد طبعا. 14 شباط عيد الحب، هيدا مناسبة حلوة كتير، شو بيعني لك هيدا العيد؟ بيعني لي كتير، اولا بعيد اهلي وبعيد سوريا الحبيبة والقائد بشار الاسد طبعا، وان شاء الله بعم السلام بهالعيد على كل سوريا والوطن العربي ان شاء الله يا رب. بتمنى لك التوفيق اكيد، يعطيك العافية. صباح الخير، يعطيك العافية. هلا، كيفك؟ شو عندك امتحان؟ ايه. شو عم تدرسي؟ ادب فرنسي. كيف التحضير؟ الحمد لله تمام. بعد كل مادة مثل ما بنعرف طلاب الجامعة بعد كل مادة انه اغلب الاحيان بيطلعوا شيء مشوار تسلاية او شيء، في عندكم؟ اكيد اكيد، بعد كل مشوار بعد كل مادة بنطلع مشوار، مثل يعني هي مثل شيء بسيط انه مكافأة لكل واحد انه عن التعب اللي يكون تعبانه اثناء المادة. اكيد لازم نرتاح بعد المادة. طيب مثل ما بتعرفي انه 14 شباط بيصادف مناسبة كثير حلوة اللي هي عيد الحب، شو بيعني لك عيد الحب؟ كثير بيعني لي شغلات، مشاعر كثير حلوة مع الناس اللي بنحبها. كثير حلو. عيد الحب مو بس الاثنين بيحبوا بعض، عيد الحب للأهل للأقارب للأصدقاء للوطن، مين بتحبي تعايدي بهيدي العيد؟ بعايد أهلي أكيد، وبعايد سيد الرئيس أكيد المحبة الكبيرة لإله، بعايد كل اللي بيحبوني ولرفقاتي أكيد. بتمنى لك التوفيق أكيد. كلك ذوق. صباح الخير، كيفك؟ شو عم تدرسي؟ مكتبات ومعلومات. عندك مادة هلا؟ الحمد لله غير شيء، لا تمام الحمد لله. هلا بعد كل مادة شو بتعملي؟ هلا بشوف الأسئلة أول شيء، وبعدين بشوف يعني في أحيانا مواد برفع مواد برفع حسب الأسئلة. سؤالي إنه أنت بعد ما بتخلصي كل مادة شو بتعملي؟ إنه شو بتطلعي تتسلي بتروحي على البيت شو بتعملي؟ حسب، أحيانا بتسلى أحيانا بروح على البيت. حسب كيف كاتبين؟ يعني حسب كل واحد كيف كاتب مكافأة. تسلع إذا ما كنت كاتب منيح على البيت فورا هيك. طيب 14 شباط بيصادف مناسبة كتير حلوة واللي هي عيد الحب، شو بيعني لك؟ بيعني لي هلا مو ضروري يكون بين اثنين بيحبوا بعض، بين الرفقة بين الأهل، كتير حلو هاليوم، لا جد كتير حلو. هيدي المناسبة مين حابة تعيدها؟ رفقاتي أهلي كل العالم، يعني هذا اليوم لكل العالم عيد الحب. إيه هيك بس. بتمنى لك التوفيق. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ تمام. شو عم تدرسي؟ مكتبات ومعلومات. كيف التحضير؟ تمام. بعد كل مادة مثل ما سألت لرفيقتك إنه شو بتعملي بعد كل مادة؟ أحيانا بروح على البيت، وإذا كانوا قاعدين رفقاتي بقعد معهم. صباح الخير، كيفك؟ تمام. شو عم تدرسي؟ فلسفة. كيف تحضيرك هلا؟ تمام، أنا منطق. بعد كل مادة شو بتشتغلي؟ شو بتعملي؟ أول شيء برتاح، أنا ما بكون نايمة بصراحة. بعدها برتاح شوي وبعدين بفيق بدرس للمادة الثانية. 14 شباط بيصادف مناسبة كتير حلوة واللي هي عيد الحب، شو بيعني لك هيدا العيد؟ يعني بعيد في كل اللي بحبهم، يعني حلو. عبارة عن تذكرة لإلنا وللجميع بمشاعرنا تجاه الأشخاص اللي بنحبهم أكيد. أكيد أكيد، أقرب شيء الأهل بعدين الرفقة وهيك، يعني وسوريا. مين حابة تعيدي بهيدي المناسبة؟ يعني كل اللي بحبهم واللي بحبوني كمان. وبحب معايد سوريا أكيد، وكل رفقاتي وأهلي والكل. يعطيك العافية، بتمنى لك التوفيق وامتحان. صباحات الجامعة دائما مميزة وبجميع المناسبات، وبهيدي المناسبة بتمنى لكم الخير والحب يزين حياتكم. بشوفكم الأسبوع المقبل بصباح جديد. باي باي.